خوتي لازال السلام عليكم تبارك الله عليكم مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. نتمنى كيف العادة تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. وكيف العادة تحية كبيرة للناس العزاز اللي كيديروا لنا لايك مع البداية ديال الفيديو، واللي جديد معنا مرحبا به، اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. نبداو على بركة الله. خوتي لازال جبت لكم الجديد. هذا الفيديو اللي غادي نبداو بها الاخوان غادي تعجبوا، ونخليكم مع الفيديو وتشوفوا. تخيلوش معايا وشناوا بناو مدينة مغربية في وسط مدينة شنوية. اجيو شوفوا معايا. الصينيين بناو مدينة مغربية وسط مدينة صينية، شوفوا بعينيكم. ايا مرحبا. هانتوما تخيلوش معايا وشناوا بناو مدينة مغربية في وسط مدينة شنوية. اجيو شوفوا معايا. مرحبا. يلا نمشيو نشوفوا هاد البلاصة. هادي سميتها كازا جاردان ومتواجدة في واحد لافيل في الشينوا سميتها تشندو. مرحبا. مرحبا بيا. صفصاوم. ناري سرعوها. هانتوما كتشوفوا هادي شبشاون متواجدة في لافيل ديال تشندو. حاولوا ديروا نفس الزواق ديال شبشاون حيت عزيز عليهم بزاف شبشاون. فعلا الاخوان الشينوا يعني الا لاحظتوا الناس اللي كتمشي لشبشاون بزاف غادي تلاحظوا ان الشينوا متواجدين بكثره تما، كتعجبهم داك المدينه وداك الطابع داك المناظر ديالها والطبيعه ديالها وداك الزروقيه وهاد الزواق ديالها تبارك الله. اي نيزو نيزو. واه شكرا. وقالت لي مولات شي انه والله لا تقول شفشاون بالله. ومشاو وشراو الصباغه من المغرب باش يكون اللون بحال اللون ديال شفشاون. كي جاكم هذا الشيء والله حتى رجعت للمغرب. هز معاك جلابه. صافي. هيا ما عنديش طوما. تتقولوا لي كي جاتكم الشاون ديال الشينوا؟ كتحفظوا لها. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو لهاد البلاصه غنخلي لكم لادريس لتحت ديال الفيديو. وراه باقي بزاف ما يتشاف، تنصيفط لكم بارت 2 ديال الفيديو قريبا ان شاء الله. راه هوزا لايكات انت. ياي ان شاء الله. مرحبا. مرحبا. ودابا انتم الشينوا صنعوا مدينه، تقول يعني فهمتي يعني صنعوا مدينه مغربيه داخل مدينه صينيه، وهكاك يعني في الفيديو كيعتزوا وكيفتخروا بكونها يعني مدينه مغربيه، وكيعترفوا باللي كيعجبهم التصورات المغربي، ماشي بحال شي ناس ديال هوك الجيران الله يعفو عليهم. ودابا الشينوا حاروا يقولوا لا هذه مدينه صينيه وهذه ويخدموا سياسه تخنشيل كما كيديروا شي وحدين. نيكست اخوان غادي تصدموا في هذا الخبر هذا. المهم هذا الفيديو راكم شفتوه قديم شويه، ولكن كاين واحد الخبر جديد عاد بان. ما فيها ما عليهاش مديونيه، ما عليها حتى دين في كل افريقيا. نعم. وشمال افريقيا مستقله بمواقفها. مستقله بمواقفها لان واحد ما يسالناش فرانك اللي يسال يجي يخلص. كاينه كيقول لك الكذاب باش تحصلوا نسيه وعاود سولو، ولا المثل الاخر اللي كينطبق على هذا كذاب وصلوا حتى لباب الدار وغادي تحصلوا. هكا وقع لعمهم كذبون. نعم كذبون. هانتوما الاخوان غادي تصدموا في هذا الخبر هذا. قال لك روسيا تلغي ديون ماليه بقيمه 20 مليار دولار عن دول افريقيا. الجزائر العظمى القوة الضاربة 5.7 مليار دولار، اثيوبيا 5 مليار دولار، ليبيا 4.5 مليار دولار، انغولا 3.5 مليار دولار. تبون اللي سال يجي يخلص. اودي الزعيم الله يهديك، خصنا نبدلوا هذه المقولة اللي قلتي ديال اللي سال يجي يخلص. خصك تقول اللي سال روسيا الكريمة تخلص. ما التالي وسنطيح هاد زعيم العرب عندهم. ها والله الا وجهه قاصح قصديرة يا اخي. ندوزو فيديو اللي مبروك ألف لا ماشي ألف مبروك ومليون ونصف مبروك لبؤات الأطلس لبؤات المغربيات. هذا الماتش هذا الإخوان ضد كوريا، وانتم شفتوا الجمالية ديال الهدف ديال اللبؤات، راكم مشرفين في كأس العالم. سر الله يسخر. نيكست هذا الفيديو هذا الإخوان سبيسيال وديديكاس للجيران الناس ديال هوك اللي كيقول لك المغرب ما عندهمش الكنادير، طائرات الكنادير ما عندهمش، فيهم غير الفم وكيكذبوا وزيد وزيد. باش كنقول لكم راه ديما داك الشيء
السفيه يتكلم بما فيه او يتحدث بما فيه. المهم هي هاد الناس هادو هاد الجيران داكشي اللي عايشين هما والخصال ديالهم كيبغيو ينسبوهم لينا حنا. هذا راه مرض نفسي الله يشافيهم. هادشي علاش هاد الفيديو هذا كرد، وحنا اصلا حتى واحد ما يستحق ولا يستاهل اننا نعطيو من وقتنا باش زعما عاد نبرروا. هذا ماشي تبرير، هذا غير كرد. هذا حنا غير يعني كنزيدو نشويوكم كيف ما كنقولوا على نار مهيله. ديو ما تعاودوا شوفوا الفيديو. هاد الفيديو الاخوان استعراض في مدينه طنجه، في سماء مدينه طنجه. في البلايا ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. يا ربي نصرنا وزيد نصرنا يا ربي. والله الوطن الملك. كثروا الاخوان في لي كومونتير تعويده اللي كتحرق الاعداء، راكم عارفين. نشوفوا الله، هذا نفس الفيديو. ما اجمل ان تكون مغربي، مغربي مغربي، نعم نفتخر بذلك. شتي الاخوان هاد الاغنيه هادي راه العشق، العشق التبوريشه، ما كاينش اللي ما كيسمعهاش وما كيتنملش. شهدوا الحق يلا. واش ما كتحسوش اخوتي المغاربه الاحرار انكم كتشارجاو؟ واش ما كتغليوش من الداخل؟ واش ما كتبورشوش؟ وبطبيعه الحال ما كاينش اللي ما غاديش يحس هكا. تحيه للمغاربه الاحرار. اخوان غادي نخليكم مع واحد الفيديو اللي هو
أول رد من الإعلام الجزائري عن خطاب العرش للملك محمد السادس للصلح بين المغرب والجزائر وفتح الحدود. ركزوا مزيان الإخوان في هذا الفيديو هذا باش تشوفوا ما سبحان الله اللي خبيث خبيث، وخا يبقى ألف عام عمرو يتبدل وعمرو يتغير، يعني شوف راه قالها الله سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم ديالو، لا يغير الله بعد ذو بلانش تراجم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم والصلاة على النبي. نخليكم مع الفيديو. فيما يتعلق بخطاب محمد السادس باختصار، يعني ليس موضوعنا المغرب يعني، لكن في سياق الحدود بشكل عام اعتقد بان نقول لك صراحه اعتقد باننا اعتدنا على مثل هذه التصريحات سواء من محمد السادس او من زوار او من بن كيران او من حزب الاستقلال، فاصبحت هذه التصريحات بالنسبه لنا ممجوجه ولا معنى لها إلا صرف رأي نظر الرأي العام المغربي ومحاولة إيجاد عدو وهمي بجواره. نغلق هذا القوس، نغلق يعني القوس هذا بهذه العبارة، دور القيادة السياسية في تكاملها مع دور المؤسسة العسكرية. سأقول العسكري. هذه العبارة أقول وقلتها وسأقولها، ليس بأيدينا اخترنا المغرب أن يكون جارنا، وليس بأيدي المغاربة اختاروا أن يكون الجزائر جارهم. ولذا أعتقد الجغرافيا هي اللي اختارتنا جيران. لا عفوا، هذا خارج السياق يعني كله، يعني الجغرافيا هي التي وضعتنا جيران، يجب أن نجد طريق للتعايش السلمي والأخوي الآمن. نحن ليس لدينا عداوة مع المغرب، وهم المفروض أن لا يكونوا لديهم عداوة معنا. هذه اللي نقولها. ما نقول دائما إن ما يجمع الشعبين أكثر من ما يفرقهم، وأنا أتساءل هل هناك ما يفرق هذين الشعبين؟ هل هي مواقف عابرة؟ هل هي كلمات عابرة؟ كذلك اليوم هناك حديث بين على نبذ أي خطاب يدعو للتوتر، اليد مفتوحة، اليد مفتوحة كذلك لاحتضان الجزائريين، وهذه الخطابات المتكررة من طرف واحد. هل تعتقد أن هذه المرة السياق مختلف؟ هل سنشهد بشارة خير؟ أولا، الذي لا يفرق بين الشعبين سوى الحدود والنوايا السيئة لدى جانب دون آخر. على أي حال، نذهب إلى ما أتى به الخطاب الملكي مرة أخرى. جلالة الملك يسجل للتاريخ الإرادة القوية، حسن النية، والتشبت بالرؤية الملكية لتوحيد الشعبين، لأن ما يمكنش لخلق تقارب أقوى بين الشعبين. انسوش عيد العرش اللي فات بمناسبة ذكرى 22، خطاب الملك كان جزء كبير مخصص لهذا الجانب بالضبط، لهذا التقارب بالضبط، لهذا التعايش بالضبط. ومع ذلك جاءت الرياح بما لا تشاهي بالسفن، يعني عوض أن يجاب جلالة الملك عن دعوته الكبيرة والتاريخية، من طبع اتخذت قرارات في اتجاه آخر معاكس، قرارات أضرت. نعم، هذه القرارات التي اتخذت اليوم نشهد كذلك استجابة أخرى لهذه القرارات. تفضل، ماذا يقول زميل. اليوم نحن أيدنا مفتوحة. هذا هو التشبت اللي قلت، تشبت الملك برؤيته، تشبت الملك بما يريده للشعبين ولمنطقة المغرب العربي. وبالتالي حتى لأنه من وراء الخطاب الملكي ديال عيد العرش، نحن صدمنا، نحن كمغاربة صدمنا فيما يقوم به بعد، وهنا كنأكد عليها، بعد المناوئين، بعد المناورين، بعد كما قال جلالة الملك في خطاب اليوم، الذين يسيئون للمشاعر التي تربط بين الشعبين، وخرجوا في الإعلام ديالهم يسيئون للخطاب الملكي وللدعوة الملكية. ومن بعد جات إجراءات راه تكلم عليها السي العمراني بخمسة. طيب الآن الملك باش يكسر هذا الحاجز وهذه النوايا وهذه السيئة وهذه القراءات الغريبة، دعا الشعب المغربي، أهاب بالشعب المغربي الذي هو شعبه، بأن يعني يبذل كل ما يمكن أن يبذله من جهود كي تظل هذه الأخوة وهذه المشاعر. وهذا خطاب للتاريخ، قلت لك الجوهر، هذا خطاب للتاريخ، لأنك أنت جزائرية وأنا مغربي، وهذا التلاحم بيناتنا في الحوار قلناها أكثر من مرة، هذا خطاب يسجل للتاريخ لكن يسجل للعالم مرة أخرى إرادة الملك لتوحيدي
يعني القلوب وتوحيد الشعوب وبناء يعني منطقة المغرب العربي والمغرب كذا، خاصة أن الظرفية ما بقاتش كتسمح لهاد القراءات المختلفة اللي ما عندنا ما نديروا بهم. الآن قال جلالة الملك في نهار عيد العرش اللي فات، قال لا أنت يا رئيس الجزائر ولا اللي سبقك ولا أنا كمالك المغرب، نحن غير مسؤولين على الوضع اللي وقع فيه البلاد الآن، ولكن مسؤولين على مستقبل هذا الوضع، مسؤولين على إيجاد حلول لهذا الوضع. اليوم يؤكد أنا لازلت متشبتا بدعوتي، لازلت في كلمتي، أنا رجل المبادئ، أنا رجل الحوار، أنا رجل يعني البناء وليس الهدم. ذهبت إلى إفريقيا، قمت بكل ما في جهدي باش نوطد العلاقات التاريخية ديال الشجرة الإفريقية. الآن كيفاش يبقى واحد الحائط مكسور ومشروخ اللي هو في العلاقة بين المغرب والجزائر اللي هما دولتين قويين في منطقة الإفريقية وفي منطقة شمال إفريقيا بالخصوص، اللي هما دولتين بإمكانهم يحلوا بزاف المشاكل في هذه الظرفية اللي كيعاني منها العالم، يمكن هما يخلقوا الثورة. ولذلك جلالة الملك هو كيتخاطب مع شعبه ومع حكومة شعبه، قال لهم استفدوا من المرحلة الحالية، استفدوا من المرحلة الحالية لخلق طفرة في النمو للمرحلة المقبلة. داكشي باش قلت قبيلة إنه خطاب التفاؤل، خطاب الأمل، وخطاب فتح فرص جديدة للمغرب وأيضا للجزائر. غادي يتفتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن أعتذر، الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما ثلاث أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب، الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم للحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك إعمال إرهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش الارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود اخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من 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 من, من كذا، ما خلينيش نهضر، انا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 الف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات، اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي تراس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش يسمعها في النشره، ونزيدك نتوصل الجزائريين او الاجانب لاخص فرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه نتاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل ادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش، غير كم تقبض عودك تركب فوق عودك والفيزا وما نعرف واش. يا العلاقات بيناتنا راها آلاف السنين، واحد ما يشتمش المستقبل. يعني نقولك يعتذر، يعتذر للشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهين من أهان أنا ذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيت تدير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. طاحوا مع سليمين في حل وجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك، أين الحدود بالله، هذا ما كان هكا صرا. ضروك بغاو يصلحوا العلاقات، لأن علاقات اقتصادية قوية كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضرورة احنا، معليش احنا فيه طرف من الحدود تاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذي عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين، مرحبا. ونعاود نبنو، لأن اليوم تجمعات تكتلات الجهوية أنت ما تكون قوي إلا ما تكون منتمي إليها. سمعت اقتصاد لما غدوة تبني اتحاد المغرب العربي فيه قوة أنت ياسر عندك 70 مليون مستهلك، أكثر من 70 مليون مستهلك
روحك حتى 90 مليون من تحسبها هذه مستهلك منتج الى اخره. ولكن حنا راغبين راني نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم؟ شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس؟ شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر؟ انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على شيء. انا داتني نعره على ولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل، واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشومبره تاعو ما تخلاش تاير في المحفظه تاعو والضرب كود فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوه. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطه ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تما الامور تصلح. خوتي لازاز الفيديو ديالنا هنا تسالى، نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه كيف العاده. الا عجبتكم خلي معك واحد اللايك، كثروا لي جمال يا اخوان باش الفيديو كيتقترح وكيشوفوه ناس اخرين وكيوصل عند الناس جداد باش يلتحقوا بينا بالعائله المتواضعه ديالنا وتكبر العائله، والرساله ديال الناس بقات توصل بشكل قوي للناس ديال هوك، الناس اللي كيهمهم الامر. كنت جديد معنا مرحبا بك، اشترك في القناه، فعل الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو.